السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام. متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الأسباني وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة 1/11/2024 في الجولة 12 من الدوري الأسباني. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المجاهدين المسلمين في فلسطين ولبنان والسودان وسوريا وفي كل بقاع الأرض. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدخلهم في ساحة جناتك يا رب العالمين. اللهم أدخلهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم انصرهم على الصهاينة، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين. اليوم ديبورتيفو ألافيس فاز على ريال مايوركا 1-0، أحرز الهدف جون جوريدي في الدقيقة 76. غدا السبت 2/11/2024 عندنا مباراتين، لان تم تاجيل مباراه فالنسيا امام ريال مدريد وفياريال امام رايو فايكانو بسبب سوء الاحوال الجويه هناك، في مطر بتلج والدنيا صعبه يعني. دلوقتي خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين. المركز الاول نادي برشلونه 30 نقطه، ريال مدريد المركز الثاني 24 نقطه، فياريال المركز الثالث 21 نقطه، اتلتيكو مدريد المركز الرابع 20 نقطه، اتلتيك بلباو المركز الخامس 18 نقطة، ريال بيتيس المركز السادس 18 نقطة، ريال ميوركا المركز السابع 18 نقطة، أسوسونا المركز الثامن 18 نقطة، رايو فايكان المركز التاسع 16 نقطة، إشبيلية المركز العاشر 15 نقطة، سيلتا فيجو المركز 11 13 نقطة، ديبورتيفو ألافيس المركز 12 13 نقطة، ريال سوسيداد المركز 13 12 نقطة، جيرونا المركز 14 12 نقطة، ديبورتيفو ليغانيز المركز 15 11 نقطة، الختاف المركز 16 10 نقاط، اسبانيول المركز 17 10 نقاط، لاس بالماس المركز 18 9 نقاط، بلد الوليد المركز 19 8 نقاط، فالنسيا المركز 20 والاخير 7 نقاط. متابعين الكرام، ترتيب الهدافين. المركز الاول روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة سجل 14 هدف، المركز الثاني اوزي بريز لاعب فياريال 7 اهداف، والمركز الثالث كيليان مبابي لاعب ريال مدريد 6 أهداف، ورافينها لاعب برشلونة، والمركز الرابع أنتي بوديمير لاعب أساسونا 5 أهداف، ودودو الكباكيو لاعب إشبيلية، وجوفاني لوسيلسو لاعب ريال بيتيس، ولامين يامال لاعب برشلونة، وفينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد. المركز الخامس ألبرتو موليرو لاعب لاس بالماس 4 أهداف، وبورخا إغليسياس لاعب سيلتا دي فيجو، ويوخس بس لاعب سيلتا فيجو أيضا، وماورو أرامباري لاعب ختافي، وأيهان سانسيت لاعب أتلتيك بلباو. متابعينا الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كرم معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.